إذا تابعنا الفيتيير مصطفى معزوزي، هل بالإمكان أن نعتبر هذه المشاركة الأسوأ في تاريخ الألعاب الأولمبية مع العلم أنه الجزائر شاركت في 14 مرة؟ في الفليجو هذو أنا اليوم نتأسف، بدأوا الحملات باش كما يقولوا لي دان دون دو لا فارس. أنا تبعت بعض الرياضيين السابقين، بعض المحللين في لي بلاطو، غاضني شوية الحال باسكو ils ont trouvé le coupable سليم مسواكري. ولا غير انا ولا غير نتعجب، هنا في الجزائر نحبوا نكريتيكيو السردين ما نكريتيكيوش لا بالين. انا اليوم نقدر، من هو المسؤول مصطفى؟ المسؤول الاول ديجا نقدر، المسؤول المباشر هو الوزير السابق سيد علي خالدي، باسكو il n'a pas autorisé la reprise des compétitions par rapport الفوتبول. قلناها العديد من المرات، كيفاش الفوتبول سي سبور دو كونتاكت اللي زون اوتوريزي الوغ لي ديسيبلين اللي على بالهم في الوزاره اللي تراسها خالد على باله بلي كاين دي جو اولمبيك، اي فالي تروفي دي سوليسيون باش اون ماتيير دو بريباراسيون اون ماتيير دو كومبيتيسيون. اليوم كي نشوف انايا يطيحوا كاع، اسمح لي، يطيحوا كاع على سليم مسواكري، الوغ سليم مسواكري كي جات للوزاره صابت غير 14 اتليت كي تي كاليفي. وانا سمعت كاين دي زاتليت كي قال لك ال اي سي دو ريغلي لي بروبليم تاعهم سوسيو، كيما كيما المصارع اللي فراج فراج اللي قال لك عيطت الوالي تاع وهران باش يعطي له شقه ان ابارتمون، دونك ال اي سي هي طومبيو، علاش نتاحوا غير عليها؟ سي با جوست. هاوليك حنايا التهرب من المسؤوليه، كما قال لك كاين العصابه ما نكريتيكيوهمش، مي نكريتيكيو لي كي اون اسيي دو ترافاي. ماشي يستمع، ما كاينش حطيت، ما كاينش جوستومون. الوغ ابارتير دو لا يبانو لي زانتونسيون، لي زانتونسيون بداو من الديبو. انا نقول لك نتحمل المسؤوليه تاعي، ولا غير جيتي ديسو، انا دفعت لي زوتر ديسيبلين امام الله امام التاريخ. كيفاش الفوتبول ان سبور دو كونتاكت tu as mis les moyens عطيت لهم لوتوريزاسيون باش يلعبوا الشامبيونا كي برودوي ريان، صاروك عندنا مصطفى يجب اولمبيك نظر كره القدم يدي حصه الاسد، يجب الاتحاديات الاخرى من في لي سبونسور، من في لي سبونسور دو سيسي بركات بركات، نروحوا لي جو اولمبيك انا سبونسور اوليو يروحوا للفوتبول دراهم يروحوا لي جو اولمبيك. علاش 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 لي زاتليت نديهم 40 اور باش نوصل طوكيو، الوغ جي لي مويان دو بي ان افيون سبيسيال 10 سوايع يجيبوها في طوكيو. نعم. سي با نورمال. اسمح لي برك، بالالعاب الاولمبيه مصطفى كي تكلم، كي تكلم سي امبورطون، كي تكلم سي امبورطون على لي كونتر اوبجيكتيف، كي تكون لا فولونتي بوليتيك tu vas دير في راسك ديفلوبمون دو توت لي ديسيبلين. كيفاش في الفوتبول كاين لي زوبجي لي كونتر اوبجيكتيف كي راك تعطي لهم دي سونتين دو مليار، ما كاش الفوتبول الفياسكو نعطي له دراهم بلا كونتر اوبجيكتيف، انا اللي سكري مسكين ما عندوش لي مويان نقول له لا جيب لي ميداي نعطيك مليار، ولا ما تجيبليش لا ميداي ما تمسح حتى دورو. سي با كوم سا كون ديفلوب لو سبور، نعطي له البيدجي وكي يشوفوا يخدم. رئيس اللجنه الاولمبيه سيد ياسين لوعيل هو رئيس الاتحاديه تاع العاب القوى، رد كلش في لا بونديمي وفي جائحه كورونا، هل اقنعك في حاجه تهرب عن المسؤوليه؟ كي تكون رئيس فيدراليه لازم انت تعطي المثال، تو دوا اسيمي ليشيك تاع الرياضه تاعك اللي خفقت. رانا نشوفوا هذا التهرب من المسؤوليه ماشي مليح، سي با كوم سا كون ريغل، هو سي فري خاصة كي يكون عندك الامكانيات. اسمع انا فكرني هذا كي شفتو درك فكرني في احد عوامل الاخفاق، هما على بالك لو رونوفيلمون دي زانستون سبورتيف صاروا كوارث فعلا. هذا تاع لا فيديراسيون il devait pas être alors ils ont annulé des élections في وقت خالدي شفنا المهازل، شفنا دي زيليكسيون كي اون ايتي انولي. اليوم لا ريسبونسابيليتي ولا غيرها، سي فري كاين ريسبونسابيليتي انديريكت، كاين دي زاتليت. انا كيما فليسي باغ اكزومبل، كيما لي جودوكا، كيما كاين سيرتان سبورتيف كانوا قادرين يديروا مجهود اكثر. نعطيك مثال، كي تشوف المصارع تاع سوريا يعني حتى في لي ريزو سوسيو راهو ما عندوش مي با صباط، جاب ميداليه برونزيه للبلد تاعو ان بي اون بلان كير. دونك هنا ثاني هذا البروبليم تاع اون فا با سكاشي ديريير البروبليم تاع لي مويان. نعم تاع لي مويان، سمعنا نتكلم على لي بورس سا نونبيش با كي تسمع الرياضيين لي بورس تاع لي زاتليت 800 دولار وما يوصلوش لي زاتليت، ولا غير هذه مهزله. مصطفى المعزوزي ايضا اشكرك لتحاليل التي قدمتها اليوم.
لازم اليوم اون دو تيري لي زونسيينمون تاع هذا ليشيك. كما قلت لك الوزير الجديد يدوا بروندر لو دوسي اون شارج، نروحوا لي زاسيز نعاودوا نهيكلوا كاع الرياضه من جديد، وان شاء الله من 2024 ان شاء الله ما نتكلموش على الاخفاقات، نتكلموا على الانجازات ونجيو للبلاطو هذا ان شاء الله ونتباهوا بالميداليات الذهبيه والفضيه. نتمنى ذلك، نتمنى ذلك مصطفى. شكرا موصول.